عددنا 100 مليون تقريبا، على الاقل في 5 مليون عندهم سمنه، وعلى الاقل في 20 مليون عندهم سكر. ان جراحات السمنه هي ارقى انواع جراحات الجهاز الهضمي من ناحيه الدقه. اول دهون بتبتدي تنزل هي دهون البطن او الكرش، هذه الدهون هي الدهون السامه. سمنه البطن هي الاخطر على الاطلاق لمضاعفاتها الشديده. بصراحه حياتي اتغيرت 360 درجه، بدات احس ان انا اتولدت من جديد. الاستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم، أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير والأورام بكلية الطب جامعة عين شمس، أستاذ بقسم جراحة السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة. أهلا بكم. الدينامية البريطانية أوردت تقرير مهم جدا جدا للجامعات البريطانية، قالت فيه ان هناك تعبيرات قاسيه جدا، هناك توقع في المستقبل لشيء مخيف اسمه موت الابناء قبل الاباء في حاله استمرار، سيناريو سيء جدا يخافون منه، وهو سيناريو السمنه المفرطه في الاجيال القادمه. كتبوا برضو انه مع وجود السمنه يمكن ان نقول جمله في منتهى الخطوره ومنتهى القسوه، وهو أن هناك جيل أو جنس ثالث موجود في العالم هو جنس السمناء المصابين بالسكر. وذكروا أنه ارتباط السمنة بالسكر في بوتقة واحدة هو اللي يخلي جملة صادمة القاسية، الأباء يرون تابوت أبنائهم قبل أن يروا تابوتهم الشخصي، أو التعبير اللي هم هناك بقى بيهتموا بتعبيرات الأدبية، لكن اللي هو كارثة إنه ولاد يفقدوا حياتهم مبكرا بسبب السمنة والسكر. من هنا أقول إنه قرار التعامل مع السكر والسمنة إذا اجتمعوا معا قرار قد يكون جريء قد يكون شجاع، لكن توقيته مهم جدا يا جماعة. التوقيت في التعامل مع هذه الثنائية المخيفة السكر والسمنة. حوار اليوم مهم جدا، لانه احنا زي ما قلنا انه مفيش شك القرار محتاج شجاعه، انك انت تقرر ان انت تتعامل مع السكر والسمنه، ويكون القرار احيانا في السمنه المفرطه والسكر من النوع الثاني جراحي، ده محتاج شجاعه. مش هقول لك انه قرار سهل، ده قرار عايز فهم عميق. ضيفي اليوم هيكون من ضمن اجزاء الحوار بتاعتنا النهارده ان احنا نتكلم عن كيفيه اتخاذ القرار الشجاع الجريء توقيتا، وأجزاء الاتخاذ أو أجزاء المرتبطة باتخاذ هذا القرار تشمل الاختيار، التقنية، والمعدات. ضيفي العزيز أستاذنا وطبعا الاسم الكبير في عالم الجراحات المحاضر الكبير والجراح الماهر أستاذ دكتور ياسر عبد الرحيم. أهلا بك يا دكتور ياسر. أهلا دكتور ياسر، منور يا فندم. ازي حضرتك؟ الله يخليك. عايز أبدأ حواري اليوم بالقرار الصحيح الشجاع لعلاج السكر والسمنة. بص يا دكتور أيمن، دلوقتي الموضوع ما بقاش، أنت حضرتك قلت مقدمة رائعة، الموضوع ما بقاش حاجه كده نقولها، النهارده بقت السكر والسمنه خطر داهم يهدد المرضى على مستوى العالم، وان من فضل الله سبحانه وتعالى ربنا الهمنا او ربنا اهدانا او ربنا فضله علينا بعمليات جراحيه تصل الى شفاء من السكر والسمنه، لدرجة كان في تقدم فظيع دكتور أيمن في الفترة بتاعت السبعينات والثمانينات في عمليات زراعة البنكرياس، وأنا كان الماجستير بتاعي في زراعة البنكرياس كعلاج جراحي للسكر، وحينما جت عمليات تحويل المسار المصغر وعمليات التكميم طوارت زراعة البنكرياس، إن زراعة البنكرياس كانت عملية خطيرة جدا جدا جدا، ونسب أمانها قليلة جدا وخطورتها عالية جدا، عملية صعبة جدا، وعملية صعبة جدا جدا أجريت في العالم في عدد محدود من السنترز أو من الأماكن. ربنا سبحانه وتعالى ادانا عمليات امانها 99% ونسب شفائها من السكر من النوع الثاني لو مصحوب بسمنه بتصل من 80 الى
100% الى 100%. السكر من النوع الاول بيستفيدوا منها جدا لو كان عندهم سمنه. لو ما عندوش سمنه خلاص، لكن لو عنده سمنه بيستفيد منها الى حد بعيد، قد يصل الى 70% لو عنده سمنه مفرطه. لو عنده سكر من النوع الاول ما عندوش سمنه مش هيعمل عمليه، لا خلاص. ولا النوع الثاني، ولا النوع الثاني لو ما عندوش سمنه، ولا ما عندوش سمنه. يعني شرط اجراء هذه العمليات لازم يكون هناك سمنه على الاقل 10 15 كيلو فوق الطبيعي، وهنتكلم ده بالتفصيل. ففي هبه من الله سبحانه وتعالى ان احنا عايزين نعرفها للناس. انا لسه جاي لي قريب الدكتور ايمن امبارح، عيان عنده السكر وعنده وزن حوالي 40 كيلو زياده عن وزنه الطبيعي، وسنه صغير حاجه و40 سنه، وجاي لي عنده خراج في الفخذ يا دكتور ايمن، خراج بشع عباره 5 خراريج مع بعض. فبقول له طب انت دلوقتي جالك خراج؟ ولا انا كل شهر بيجي لي خراج وافتحه. طب ما دي احد مضاعفات السكر اللي بتحصل لك، حضرتك ما فكرتش في تحويل المسار المصغر؟ بيقول لي ايه تحويل المسار المصغر؟ ما سمعش عنها، ما يعرفش عنها حاجه. فهي حاجه احزنتني جدا بعد كل هذا الاعلام. والنهارده الحمد لله برامج المحترمه زي برنامج حضرتك والانترنت والحاجات دي فتحت افاق كبيره جدا للناس. فده قرار لازم اوانه يكون دلوقتي. وحضرتك كمان قلت نقطه جميله جدا في الاول، كل ما كان القرار بدري كل ما يكون احسن. علاج السكر اللي هو بالجراحه اللي بقاله سنه غير بقاله سنتين، اللي بقاله 5، واللي بقاله 10 سنين غير بقاله اكتر من 10 سنين. عظيم. النهارده في حلقه مهمه جدا فيها اجزاء مهمه، لكن خلونا نبدا بالجزء الاول، ابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ اخر مؤتمر للاتحاد الدولي لجراحات السكر والسمنه قال انه العمليات الجراحيه زي عمليه تحويل المسار في علاج السكر والسمنه هي واحده من اهم علاجات او اهم علاج للسكر في العصر الحديث. الكلام ده فعلا ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ابيض، لان دي في المؤتمر. يعني دي يعني حاجه مش هنقول راينا فيها. هو المؤتمر ايه يا دكتور ايمن؟ قال جمله رائعه جدا، عمليات جراحات السكر كتحويل المسار وتكميم المعدة هي أهم اكتشاف في العصر الحديث بعد اكتشاف الإنسولين. الإنسولين كعلاج للسكر اكتشف سنة 1921 بالظبط، وكان ده سبق طبعا ان احنا قدرنا نستخلص الانسولين ونعمله عليه حقن تديها للعيان، وبعد كده تطور بقى طويل المفعول وسريع المفعول كل ده كان اهم اختراع في تاريخ السكر. انك انت عندك الانسولين اللي الجسم بيفرزه بقى موجود عندك في الصدريه وممكن تاخده، كان ده سنه 1921. بعد كده اهم من 1921 حتى هذه اللحظه، تاني اهم اختراع هي عمليات جراحه فيما يتعامل مع السكر والسمنه. مع السكر طبعا. حلقتنا عن السكر والسمنه. تاني اهم اختراع بعدها كان هو على طول العمليات الجراحيه لعلاج السكر والسمنه. فاحنا النهارده زي ما كنا بنتكلم من شويه، وده نداء بقوله لكل الدول العربيه اللي بيسمعونا، اللي هو احنا يعني اوروبا وامريكا على فكره بقى مش ناقص حد يقول لهم، خلاص بقى هم الحمد لله عندهم الثقافه، لكن عندنا في عالمنا العربي بعض الناس لسه ما سمعتش او سمعت وما بذلتش مجهود تفهم ايه اللي بيحصل، او فهمت. هما دايما ثلاث حاجات، يا اما ناس ما سمعتش، يا اما سمع و يعني مش لا يعني ما اداش ودن زي ما بيقولوا، او سمع ومش مصدق، او مصدق بس خايف. فدايما عندنا كده اوبستكلز، او دايما عندنا حاجات توقفنا، عوائق توقفنا. فاهم قصدي ازاي؟ فالمؤتمر الدولي بيقول ان يا جماعه اهم اختراع لعلاج السكر من النوع الثاني هو طبعا العمليات الجراحيه. والعمليات الجراحيه تصل بنسب شفاء من 80 الى 100% مرتبطه بكميه السمنه اللي عندك، مرتبطه السكر عندك بقاله اقل من لو اقل من 10 سنين ده رائع. ولو لسه بتستخدم الادويه، يعني في حاجات يقول لك العيان سنه قد ايه، العيان السكر عنده بقاله قد ايه، بيستخدم علاجات بالبق ولا بيستخدم انسولين، بقاله اقل من 10 سنين ولا اكتر من 10 سنين. فالنهارده ده يعتبر هو اهم علاج جراحي، اهم علاج في العالم لعلاج السكر ونسب شفاء. لان الانسولين يا دكتور ايمن وانت استاذ باطنه فاهم، لما بتدي الانسولين هو بيتحكم في المرض، ولكن ما بيروحش المرض. احنا في الجراحه بنقول ان مريض السكر قد
لا يصبح مريض سكر، وهي تصل بنسب شفاء 80% لـ100%، ولكن الأهم من هذا وده اللي قاله المؤتمر، تصل بنسب شفاء 100% من الأمراض المتعلقة بالسكر، من أمراض القلب والكلى والشبكية وتصلب الشرايين وغرغرينة الأطراف والخراريج و و و و فده كلام نهائي والمؤتمر طلع بيه. أهم حاجة نؤكد أنه بيعالج السكر من النوع الثاني مش من النوع الأول. طب من بص يا دكتور، هو بيحسن السكر من النوع الأول، يحسن السكر من النوع الأول إذا كان معاه سمنة. كان معاه سمنة. بص يا دكتور أيمن، نقول قولا حاسما عشان نحسب القصة دي، سكر من النوع الأول أو من النوع الثاني غير مصحوب بسمنة هو ليس جراحي. خلاص خلص الكلام عشان بس يبقى الكلام كده منطقي ونحسب. مش معاه سمنة خلاص ما ينفعش نتدخل جراحي. إذا بيسماه كلمة دايابيستي لو تفتكر، السكر مع سمنة سكر دايا بيستي يعني سمنة، يبقى لازم في سكر وسمنة. سكر من النوع الأول، برضو المشاهدين بينسوا معلش، النوع الأول يبتدي في الأطفال الصغيرة يعتمد على الإنسولين، في أسباب وراثية وأسباب مناعية، ويبتدي في سنه صغير ويبتدي ياخد إنسولين من الأول. ولو عملنا السي بيبتايد اللي هي وظائف البنكرياس، مادة اسمها السي بيبتايد ليها واطية جدا جدا، ده اسمه النوع الأول. النوع الثاني يبتدي في سن أكبر شوية ويبقى غالبا مصحوب بسمنة وبياخد الاول اقراص، واذا انهك البنكرياس بيبتدي بعد كده ينقل على الانسولين. هو ده كلمه النوع الثاني. ونعمل السي بيبتايد نلاقيه عالي، معناه ان البنكرياس بيحاول يشتغل لكن السمنه مش مخليه يشتغل بالكفاءه. دكتور ايمن اقول لك مفاجاه غريبه جدا، لقينا في بعض عيانين السكر والسمنه لما بنعمل وظائف البنكرياس اسمها السي بيبتايد تلاقي اعلى من الشخص الطبيعي. اعلى من الشخص الطبيعي ليه؟ لان ربنا خلق البنكرياس ده مثلا يشغل 70 كيلو، انت بظلم بقيت 170، حاطط له حمل فوق كتف البنكرياس 100 كيلو زياده. دايما اقول عين في عيادتي كلمه، اقول له لو انا جبت لك شوال 100 كيلو وحطيته على ظهرك طول النهار تمشي بيه تقدر؟ يقول لي لا. اقول له ده اللي انت عملته. فعشان كده برضو من ضمن الريكومنديشن بتاعت المؤتمر او يعني توصيات المؤتمر قالوا ايه؟ قال لك بص، احنا بنقول حاجه اسمها معامل كتله الجسد. إذا معامل كتلة الجسد بمصداق كلام حضرتك اللي هي ايه، بنقسم الوزن على مربع الطول، الطول بالمتر مضروب في نفسه نقسم عليه الوزن يطلع معامل كتلة الجسد. إذا كان معامل كتلة الجسد أقل من 30 إذا أنت لا تعاني من سمنة أيا كان نوع السكر اللي عندك، تروح لدكتور البطن يظبطه لك سواء بأدوية أو بإنسولين مع تنظيم للأكل والرياضة. خلص الكلام ده، المؤتمر حسم. يبقى السمنة أقل من 30 دي عند دكتور البطنة مش عندنا احنا. طيب من فوق ال 30 لـ35، والله يعني ايه 30 لـ35؟ زاد وزنك 15 كيلو. لو وزنك زاد 15 كيلو عندك خيار يا تظبطه مع دكتور البطنة بالرياضة والأكل والإنسولين والأقراص والحاجات دي، يا إما تعمل جراحة وتخلص وتنهي الموضوع وتبطل علاج. ونسب نجاحك في الاثنين تكاد تكون متساوية. إذا زاد وزنك بقى من 35 لـ40، يعني اللي هي معامل كتلة الجسم 35 لـ40، يعني اللي هي زاد حوالي 30 كيلو، هنا ممكن تظبطه بالبطن او الجراحه، لكن نسب فشل تظبيط السكر بطن عالي جدا والجراحه هي الاحسن. اذا زاد عن 30 كيلو فالجراحه هي الاساس في الزاد. اذا وزنك طبيعي او اقل من الطبيعي انت عند دكتور البطنه. اذا زاد 15 كيلو انت مخير بالبطنه والجراحه. اذا زاد من 15 لـ30 انت اقرب للجراحه. فوق ال 30 انت ظالم لنفسك اذا لم تفعل الجراحه في وقت عاجل. اتمنى يكون كلامي كان واضح جداً وقاطع ومانع. عشان مش لاقي عند وزنه الطبيعي، وزنك طبيعي حضرتك تروح لدكتور البطنه. هذهب الى سؤال مهم جدا جدا، عمليتين تحويل المسار دائما يقال عنها انها المعيار الذهبي لجراحات السمنه، لكن تكميم المعده ايضا ما هي عمليه ذهبيه ايضا في تكميم المعده في التعامل مع السمنه والسكر. ابيض اسود امر مصر ابيض. والنهارده عايزين نعمل مقارنه ما بين الاثنين، لان احنا يا دكتور ايمن وصلنا انا دلوقتي هعمل تعديل بسيط. احنا كنت عمال نقول عمليه تحويل المصغر هي العمليه الذهبيه لعلاج السكر والسمنه معا. الكلام ده صحيح وقولا واحدا ولا جدال فيه، وانا عمليتي المفضله هي تحويل المسار، وعمليه اعشقها واحبها ونتائجها على المدى البعيد باذن الله مضمونه ورائعه. ولكن برضه لازم نبقى امناء مع الناس،
ان تحويل ان تكميم المعده النهارده بدا يتضح ان لها نفس التاثير ولا تقل عن تحويل المسار المصغر. يعني اصبحنا محتاجين نقول هناك عمليتين معيارين ذهبيتين لعلاج السكر والسمنه معا، ولو قارناهم مع بعض وهقول لك ليه بقى كتير من المرضى اللي بيفضلوا التكميم اكتر من تحويل المسار هنقول ونقارنهم مع بعض. الصوره الجميله الرائعه اللي قدامنا، الاول عايزين نقول حاجتين، الاثنين بنعملهم بالمنظار، مفيش فتح بطن خلاص، ان في جراحين لغايه النهارده ما زالوا يقول للعيان اصل العمليه بفتح البطن بتتكلف كذا وبالمنظار بتتكلف كذا، مجرد تخيير العيان في فتح البطن او بالمنظار دي جريمه في حد ذاتها. حضرتك العمليه تجرى بالمنظار قولا واحدا، رقم واحد. رقم اثنين، تحويل المسار المصغر ببساطه نفكر الساده المشاهدين هي عملية عبارة عن بنفصل جزء من المعدة يمثل 15% من سعتها، وبعد كده بنلف الأمعاء بأول 2 متر بنوصلهم بالجيب اللي وصلناه ده، فأصبح الأكل بيعدي على آخر 4 متر فقط. هذه العملية بتدي كام فايدة يا دكتور أيمن؟ أنا لا أمل من تكرارهم للسادة المشاهدين عشان لو قدرنا نحفظهم يبقى إحنا عملنا معاهم شيء رائع. أولاً بتعمل 4 حاجات. رقم واحد يا دكتور أيمن، كمية الأكل اللي داخلة في الجيب الصغير ده قلت، بتعمل ايه؟ بتظبط لك السكر والسمنه معا، بدل ما تروح لدكتور البطن بيظبط لك الاكل، لا هو الجيب ده بيظبطها لك. اثنين، الجزء اللي على اليمين ده اللي هو عزلناه الجزء الاكبر من المعده يمثل 85% بيطلع منه هرمون اسمه هرمون الجريلين. الجريلين هرمون ده له 4 اكشن مش حاجه واحده بس، بيقلل حاسه الجوع. رقم اثنين، بيزود الحرق 10 اضعاف. رقم ثلاثة، بيقاوم عمل الانسولين، فهو لما بيقل الهرمون ده الانسولين بيشتغل بكفاءة عالية جدا. رقم ثلاثة، مسؤول عن الترسبات الدهنية اللي في ارحاء الجسم في العيان الممتلئ. يبقى الاكل قل، هرمون الجوع قل. رقم ثلاثة، بيقل امتصاص السكريات والدهون 75% من اول 2 متر في الامعاء. 75% من السكريات حتى لو اكلت السكريات بتمتص، يبقى اذا بتقلل معدل السكر. الدهون بقى وما ادراك ما دهون، كل الناس عارفه النهارده الدهون الثلاثيه والكوليسترول وتصلب الشرايين والنوبات القلبيه وضغط الدم والنوبات الدماغيه و و و, و, و غرغرينة الاطراف وقرح القدم في الدهون، كل ده معتمد على تصلب الشرايين والدهون. رقم 4، الهرمونات اللي بتحصل في الامعاء. اول 2 متر بيطلعوا هرمونات ضاره، اخر 4 متر بيطلعوا هرمونات نافعه. الهرمونات الضاره اسمها الانكريتنز، هرمونات بتثبط عمل البنكرياس بتقل تماما. اخر 4 متر بيطلعوا هرمونات نافعه للبنكرياس اسمها الانكريتنز، جي ال بي والواي واي والجلوت والجي اي بي، انواع كتير جدا، ودي بتنشط البنكرياس يا دكتور ايمن، وبتشتغل هي نفسها انسولين، بتدخل السكر داخل خلايا تحرق، اصبح وكأنك زرعت بنكرياس. ومن هنا قلنا هذه العملية العظيمة خلت زراعة البنكرياس طوارئ. أهم حاجة هذه العملية النهاردة بتتعمل في أوضة العمليات في 45 دقيقة أو ساعة على أقصى تقدير، نسب أمانها 99% بعد التقدم الجراحي في الدباسات الجراحية الحديثة، وبعد أن احنا بقينا عاملين تيم جراحة بنختار العيان بعناية، من اختيار العين قبل العملية إلى تخدير على أعلى مستوى إلى اهتمام بعد العملية على أعلى مستوى، كل ده فرق معنا جدا. لو جينا على الجانب الآخر بقى، تكميم المعدة هي بتجرى نفس الكلام بالمنظار، وهي تمثل الخطوة الأولى من تحويل المسار. ليه بقت هي العملية الأشهر في العالم لسهولة إجراءها؟ لأن تمثل خطوة رقم واحد، برضو بنخش بالمنظار بنعزل جزء من المعدة اللي هو عامل زي كم القميص ده، اللي هو بالظبط يمثل 15-20% من سعتها، وبنستأصل الجزء اللي على اليمين. لو حضرتك بصينا على الفيديو الجميل اللي قدامنا ده هتلاقي حضرتك احنا بنعزل الجزء اللي على اليسار يمثل 15%، لو ثبتنا الصوره دي الجزء اللي على الشمال بقت عامله زي الموزه دي تمثل 15% من المعده، الجزء اللي على اليمين ده يمثل حوالي 80 او 85%. طب ازاي لها نفس تاثيرات العمليه الاولى؟ يعني احنا كنا فاكرين انها لها تاثيرين اثنين فقط، يقول لك ايه اللي هو اول تاثيرين قلناه، بتقلل كميه الاكل فتظبط الوزن والسكر. رقم اثنين، الجزء اللي صلناه على الشمال ده بيقلل هرمون الجريلين اللي قلنا بيقلل الشهيه وبيزود الحرق وبيقلل الترسبات الدهنيه وبيخلي البنكرياس يفوق. خلي البنكرياس يفوق، فاهم قصدي ازاي؟ جميل. طب الاثنين التانيين بقى اللي هي الامتصاص السكريات والدهون، رقم اثنين الهرمونات اللي بتطلع،
الكلام الحديث بيقول لك لها نفس التأثير. ليه؟ الأكل بيقعد فيها مدة أقل، بدل ما بيقعد ساعتين لست ساعات فبيقعد ساعة ساعة ونص، فالأكل بينزل أسرع على الأمعاء يستحسها تطلع الهرمونات اللي قلنا عليها ال بي 1 والجي واي واي. أيوه. فبدأ الناس دلوقتي يقول لها نفس الميتابوليك إفكت، لها نفس الهرمونال إفكت، فبقى العيان النهارده يقدر يختار ما بين دي وما بين دي. ولكن أنا في مقولة قلتها شير دكتور أيمن، كان عايز أختم بها إجابة هذا السؤال. أنا برضو بنصح زمايلنا الجراحين اللي هم تلامذتنا أولادنا الصغيرين، طب لما يجي لك عن هتعمل دي ولا تعمل دي؟ أنا رأيي تعمل له وظائف البنكرياس. حاجة اسمها السي بيبتايد، وقلت معلومة دي كذا مرة ولا أمل من إعادة. السي بيبتايد اللي هي وظيفة البنكرياس أقل من 3 نانو جرام، فاهم ازاي؟ يبقى البنكرياس هنا منتهي تماما، يفضل تعمل له تحويل مسار عشان بتنشطه اقوى شويه. اذا اعلى من 3 حضرتك عندك اختيار تعمل دي او دي. عظيم. هذا معك الى الجزء الثاني في حوارنا المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ السؤال الجاي ده سؤال اعلامي اكتر منه علمي، بس علمي برضه. اتفضل. من يعتقد او من يضع او من يتاخر في اتخاذ القرار ليه اعتقاده ان السعر سعر العمليه حائق امام مرضى يعانون من سمنه وسكر او سكر وسمنه؟ هنا بقت سؤال، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا جاني. 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 اقول لك ليه جاني؟ لان احنا تقريبا احنا وحضرتك برضو مشكورا، وانت ناديت بحمله قوميه ضد السكر. هو الحقيقه حمله التعامل مع السكر والسمن او حمله العلاج المجاني الاول من اقترحها وهي فكره الاستاذ الصحفي الكبير والاعلام القدير استاذ محمد علي. جميل. احنا كنا اقترحنا وانا مشيت معاه في بالظبط كده. والاستاذ محمد علي خير راجل جميل ومحترم، وهنبعت له تحيه من عندنا هنا طبعا، ويا ريت يبقى سامعنا او طبعًا. يعني يشوف طبعًا. الحلقه بتاعتنا، وده شرف لينا ان احنا كنا نادينا بيه هنا، وبعدين انا شفت حلقه ليه هو، وكنت حضرتك مستضيف حضرتك، وانا كلمت حضرتك ووافقت ان انت تكون بالظبط، وانتوا ناديتوا بهذا. وانا والله دكتور ايمن اقسم بالله النهارده كانت حرارتي 40، اقسم بالله. انا واخد مضاد حيوي واخد مخفف الحراره عشان اجي لك، وجاي مخصوص عشان خاطر اقول الحته دي، ان يا جماعه احنا بننادي بحمله عربيه قوميه لجعل الاسعار في متناول الجميع. بنعمل عمليه بتكلفتها مع هامش ربح بسيط جدا للناس اللي اشتغلت، حتى لا نثقل على الناس. وقلت لحضرتك ان يعني انا عن نفسي في الفريق بتاعي قدرنا نوصل سعر العمليه الى اقل ما فيها نص بعض الدول العربيه وتمن بعض الدول العربيه الثانيه. وبرده المعلومه المهمه جدا، وبنستخدم احسن دباسات في العالم اللي هي الدباسات الامريكيه، وبعد العمليه بندي العين الدباسات اللي هو بعد ما خلص اللي استخدمناه بندهوله دباسه كوفيديا، يمكن دي اشهر شركه في العالم، ده مش اعلان، هي شركه مش محتاجه اعلان عنها، دباسات كوفيديا اللي هي امن دباسات في العالم، والدبابيس كوفيديا والبورتات او يعني اللي بنخش بيها البط كلها كوفيديا، هي موجوده بالظبط. وبنديها للعيان في اخر العمليه. وانا لان احنا انا تعاقدت مع الشركه، والشركه مشكوره على فكره، بوجه الشكر لشركه غاليونج المصريه وشركه كوفيديا الامريكيه، ان هم قدروا يدونا باكج رائع جدا جدا جدا. لما اتفقت معاهم ان احنا هنتفق معاهم يشتركوا معانا في الحمله، فقالوا حضرتك احنا هنستخدم الالات، بتستخدم مره واحده فقط، بقول مره واحده فقط في العيان، وسمنا حتى سنجل يوز باكج، والشركه عملت لها باكج معين، بس هم قالوا لنا يعني عشان خاطر هو زي ايه، بيع اقل تبيع اكتر تكسب اكتر. هم بالنسبه له كشركه عايز يكسب، هو ملوش دعوه بالميديكال اسكس بتاعتنا. هو شركه بيتاجر، فقال لي لو انت اديتني عدد عينين معين في الاسبوع هقدر انزل لك هامش ربح. وده حصل الحمد لله، قدرنا من ساعه بدانا الحمله عندنا عدد رائع من العينين كل اسبوع بنعمله، فقدرنا ننزل بالسعر، فاهم قصدي ازاي، الى رقم لا يسبق. يعني الشركه حقيقه انا بشكرهم من هنا، ويمكن ديت
الدباسات والحاجات اللي بنستخدمها يا دكتور ايمن بنستخدم مره واحده فقط على فكره. ده البورت، ده البورت اللي بنخش بيه البطن على فكره لو قربناها للساده المشاهدين، بتبقى بورتات دي اللي بنفتحه اللي بندخله جوه بطن العيان وبنخش منه بالالات. البورت ده اللي بنفتحه من هنا كده وبعد كده بيبقى مقفول كده بنطلعه، بيستخدم مره واحده، خش جوه بطن العيان ندخل الفيديو كاميرا والالات بتاعتنا ونشتغل. بعد كده ديت الدباسه، دي الدباسه بتاعتنا اللي بنستخدمها، دي اللي بندبس بيها، وحتى احنا كاتبين عليها سنجل يوز باكج، بنستخدمها مره واحده فقط. هذه الدباسه برضو بندخلها يعني على فكره انت اللي كاتب، يعني احنا عملنا الحكايه دي حضرتك عملت عليها الورقه دي، خلاص كل دباساتك بتكتب عليها كده بالظبط كده. فاهم قصدي ازاي؟ ودي الدباسه اللي بندخلها جوه بطن العيال وبندبس بيها. ودي الدبابيس الجراحيه بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها برضو، هذا الدبوس بيستخدم لمره واحده، وعلى فكره بندي العين الالات دي بعد ما نخلص العمليه. هو ده كويس جدا ان احنا ورينا المرضى الحاجات دي. يعني المريض النهارده عارف ان دي شكل الدباسه، ده شكل الدبوس اللي بيستخدم، وان الحاجات دي كلها خلاص هياخدها وهو مروح. بالظبط بالظبط. فبندخل بنخش من هنا بالبورت ده، بعد كده بندخل الات ونسلك المعده، وبعد كده الدباسه الدبوس ده بيتفك طبعا من هنا بيركب على الدباسه، هو ده اللي بيجري العمليه. ولو بصينا فيه وقربنا عليه كده تلاقي اعلى تقنيه دبابيس في العالم اللي هي التراي ستيبلرز او الدبابيس اللي هي بتسيب على المعده ثلاث صفوف من الدبابيس مصنوعه من التيتانيوم، ماده اقوى من الحديد. فعشان كده نسبه دايما الناس كانت خايفه من حاجه اسمها التسريب. التسريب النهارده بقت نسبته اقل من 1%. ليه يا دكتور ايمن؟ انها بتسيب على المعده ثلاث صفوف دبابيس، فلو فك دبوس في الثاني فك الثاني في الثالث. فاهم قصدي ازاي؟ وكاني بقول لك انا مخيط الجاكيت بتاعي ده ثلاث صفوف خياطه، صعب جدا انها تفك. ما نقدرش نقول 100% لان 100% هي الله فقط. فدايما بنقول برغم الاسعار اللي بنعملها للعيانين احنا بنستخدم الالات لمره واحده فقط، وبكده احنا عملنا الـ 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 الحاجه الصعبه والمستحيله من سعر رائع جدا الى استخدام الالات لمره واحده فقط. فاهم قصدي ازاي؟ فالحمد لله قدرنا نوصل بحاجه. والحمله مفتوحه، يعني الحمله القوميه لعلاج السمنه والسكر بالاسلوب الجراحي جزء من الحمله الكامله اللي احنا متحملينها بعلاج حالات في علاج مجاني وفي علاج بتخفيضات كمان. وده موجود وده موجود. بالزبط. انت قلت لي في عدد معين من الحالات هتعمل مجانا خالص، عدد معين يعملوا مجانا خالص كل شهر. تمام، كل شهر. وكل الحالات بقى سواء مصريين سواء عرب سواء من اي دوله في الدنيا هنعملهم بسعر رمزي جدا، اللي هو سعر يعني اقامه المستشفى بالتكلفة بفتح اوضه العمليات بحاجات بسيطة، يعني سعر لا يصدق. فاهم قصدي ازاي؟ وهنتكلم على بالتفصيل على كيفية التعامل مع الحالات وازاي احنا هننقيهم او نختارهم. هي تبقى راندوم جدا وحالاتها تتابع والحالات هتطلع على الهواء بعد كده بعد العمليات عشان تتكلم على التجربة بتاعتها وتحكي، لأنه دي خير دليل على مصداقية العمل، وفي نفس الوقت هتبقى تجربة مهمة جدا. اوريدي أنا بدأت الكلام ده من الحملة من ساعة ما حضرتك ما أنتوا قبل العيد من قبل العيد احنا بقى اسبوعين بنعمل حالات بسعر تكلفتها تماما، والناس سعداء جدا مش مصدقين هذه الاسعار. ان شاء الله اللي جاي افضل كمان. تعال نروح للوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ مصر بقت دوله متقدمه جدا في جراحات السمنه، لها وضعها العالمي الان، بلس ان ده ختم جدا السياحه العلاجيه في مصر. ده يقين حضرتك؟ ده يقين. ونقدر نقول النهارده احنا مصر الحمد لله، مصر الحمد لله، يعني زي ما قلت لحضرتك مهما تقول علينا اقتصاديا اقتصادنا طالع اقتصادنا نازل، مصر دايما برجالها. حقيقه دي انا دايما بقولها، مصر برجالها، سواء اقتصادنا فوق اقتصادنا في الوسط اقتصادنا نازل، مصر برجالها في كل المجالات على فكره. مصر جيش مصر من اقوى جيوش العالم، مش عشان هو اكبر جيش معاه عتاد او معاه حاجات حديثه، لا، في دول كتير معاه فلوس اكتر مننا والجيش بتاعها معاه عتاد اكتر من، لا، بالجندي المصري بالظابط المصري بالعقليه المصريه. والناس شافوا لما جيوشنا دخلت حروب
كانت عامله ازاي التصرفات بتاعه الجيش. نفس الكلام ينطبق، ما هو الجيش المصري هو الدكتور المصري، المهندس المصري، كل حاجه. فده كلام حقيقي. احنا النهارده الحمد لله اننا في كل الجراحات، في سعه علاجيه، في جراحه القلب، في جراحه المخ، في كل حاجه مصر برجالها. لكن نقدر نقول ان جراحات السكر والسمنه هي تحتل الصداره الان، الصداره الان في كل الجراحات. ليه؟ مش عشان تقليل من الجراحات الاخرى، لان السمنه والسكر في الدول العربيه بقت هي الوباء. هي الوباء. زي ما نقول مين اكتر دكاتره بيشتغلوا؟ دكتور ايمن في مصر. مين اكتر دكاتره عندهم شغل وفلو؟ بتوع النساء. ليه؟ طب بتوع النساء وتابعهم بتوع الاطفال، لان اكبر مشكله في مصر هي الانفجار السكاني، فمنطقي بتوع النساء يشتغلوا. تمام. طب احنا دلوقتي في الجراحات ايه اكبر مشكله في الدول العربيه دلوقتي؟ السكر والسمنه. واقول لك معلومه غريبه دكتور ايمن قلناها قبل كده. احنا قلنا العيان المفروض ما عندكش سمنه يبقى عندك المعامل كتله الجسم اقل من 30. اذا وصلت ل 30 بس، 30 انت على اعتاب السمنه، نسبه يجي لك سكر 50%. طب اذا وصلت ل 40، 40 يعني ايه باللغه الناس عشان ما تفهمش الالفاظ المعقده بتاعتنا؟ 30 كيلو اكتر من وزنك. يعني لو وزنك المفروض يبقى 80 بقى 110، زيد 30، نسبه اصابتك بالسكر 90%. 90%. لما تزيد 30 كيلو في وزنك الطبيعي نسبه جالك سكر 90%. فالنهارده لان السكر في يمثل وباء في العالم كله وفي الدول العربيه بالذات، واحنا الدول العربيه على فكره نحتل المرتبه الثانيه بعد امريكا. فالنهارده بقت مصر هي قبله السياحه العلاجيه لثلاث اسباب. اولا لان العرب بيحبونا، احنا مصر الاخت الكبرى للدول العربيه، بيلاقوا عندنا هنا الروح الطيبه والاستقبال الجميل بين اخواتهم عندنا. رقم ثلاثه السعر الرائع، قلت لك قد يصل الى ثمن السعر في بعض الدول العربيه. رقم اربعه مهاره الجراح المصري في اجراء هذه العمليات، وان مصر تستخدم اعلى تقنيات واحدث دباسات وتستخدم لمره واحده فقط، واكدنا على ده كذا. البالون تطور تطورا كبيرا في الفتره الاخيره. يقين يقين. بص يا دكتور ايمن، البالون زي ما احنا قلنا هو وسيله لانقاص الوزن، بس ما زال بيستخدم غلط عند المصريين والعرب. العيان بيركب البالونه ويمشي ويجي لي بعد 6 شهور مش تفقد وزن. حضرتك العمليات يمكن المفروض انت بتتابع العين كل اسبوعين، كل 3، كل شهر بعد العمليات. العين يمكن لو ما تابعش بتاع العمليه اهون، لان المعده اوريدي صغرت، فهو بياخد كميه اكل صغيره، لو كتر شويه هيرجع. يعني فاهم قصدي ازاي؟ والعمليه شغاله، العمليه رقيبه عليه. العمليه الله عليك، الله على تعبيرك، عمليه رقيبه عليه بالظبط كده. البالون يا دكتور ايمن مشكلتها حضرتك لازم تيجي تتابع معايا. في ناس فاكره انت بتركب له البالون خلاص هي بتخسسه بقى بتعمل سحر جوه لا، البالون احنا هي تقنية بسيطة جدا، بتجرى بمنوم بسيط ليس حتى مخدر، بندخل بالونة جوه المعدة وبننفخها ب 700 سم سائل لونه أزرق، تدي إحساس بالشبع، بنمشيك على نظام غذائي ورياضة وأنت سعيد، لأن هي بتبقى مالية المعدة، فالمعدة بتاكل كمية أكل بسيطة وتحس إنك أنت شبعان، كأنها تكميم مؤقت لمدة 6 شهور وبعدها بتساب كمان 9 شهور. البالونة عيبها إن في أول 3 4 أيام بتحس وجع وغثيان وترجيع، فاخترعنا البالونة الفرنسي الهوائية الجيل الرابع، بالونة هواء فقط وزنها 30 جرام بتقلل الإحساس ده. دي البالونة الفرنسية الهوائية بتبقى محقونة هواء بتقلل الإحساس بالترجيع والوجع والغثيان. كل البالونة مائية أو هوائية بشرط المتابعة، لازم تيجي تتابع عشان نشوف وزنك بينزل ازاي ونعدل في نظام الاكل والرياضة مع بعض. المفاجأة الجديدة اللي بقولها النهاردة لأول مرة في الحلقة ما قلناش قبل كده خالص، دلوقتي في بالونة أمريكاني حديثة نزلت مصر الحمد لله، ويمكن هي يعني حديثة بعد البالون الفرنسي كمان. ايه بقى دكتور ايمن؟ دي بالون بنحقنها جوه المعدة، بالون مائي عادي جدا، بس مشكلتنا في البالون ايه يا دكتور ايمن؟ ان البالون بيخش جوه المعدة انت بتحقن 700 سم سائل. ساعات العيان ما يحتملوش، في ناس معدتها حساسة 1%، ترجيع وجع غثيان، فبندي ادويه ان شاء الله في 99 بتعدي، بدي ادويه تقلل الغثيان وادويه تقلل الترجيع، وان شاء الله الامور بتعدي وخلصنا على كده.
طب اذا العيان ما قدرش يستحمل اسبوع اتنين خلاص بتشيل له البالونه. عملوا النهارده بالونه جديده بقى دكتور ايمن فيها فالف معين صمام صمام معين ممكن نخش. فضل العيان ركبناه البالونه وحس ان هو عنده وجع وترجيع وغثيان يعني بالونه ممتلئه زياده عن اللزوم ممكن نخش بالمنظار في 3 دقائق نسحب جزء من السائل نقللها له. يخف التأثير تلاقي العيان يعني نسبة انه يفقد البالونه بقت 0%. طب افترض بعد شهرين من اخذ البالونه قال لي انا بدأت اكل زياده يعني انا استجابتي بقيت اكل كميه زياده وبجوع اكتر نقدر نخش بالمنظار نزود له البالونه تدي احساس بالامتلاء اكتر. كان دي احدث حاجه نزلت دلوقتي البالونه القابله للامتلاء والتقليل اثناء استخدام. يعني يسعدني جدا في جراحات السمنه والسكر الموجوده في مصر غير المهاره غير المصريين بطبيعتهم الاهتمام الهم الجراح المصري مهموم بالسكر والسمنه. بس كنت لما اقول لك كلمه صغيره اخيره في اخر حياتنا قسم بالله انا جميع مرضاي يعرفوا هذا انا العيان لما بيجي يتصل بالتليفون بترد عليه السكرتاريه والمساعدين بتوعه بيحددوا له ميعاد. إذا جه العيان واتفقنا إنه هيعمل عندي عملية أو بالونة أو وات ايفر بقول له امسح التليفونات اللي عندك بتاعت المساعدين والسكرتارية وتليفون معاه واحد فقط تليفوني الشخصي فقط تليفوني الشخصي. حضرتك أي استشارة أو أي حاجة عايزها أو أي استفسار 2 بالليل 3 الصبح 4 الصبح 6 الصبح معاه أنا بس. يعني علاقته بتنقطع بالسكرتارية أو المساعدين بتوعي لغاية يوم ما بنعمل عملية بس بيبقى العملية بكرة. عملت التحاليل طب ابعتها لنا طب مش عارف ايه طب المستشفى فين طب الساعه كام كده العمليات عملت خلاص انقطعت علاقته بكل اللي بيشتغلوا معايا ما عدا انا فقط. إيه انا كنت اقول لك انا كان زوري تعبان والنهارده جاي انا كانت حرارتي 40 ليه كان بقالي 4 ايام ما نمتش. اما عملنا الحمله دي فعملنا الحمله عدد هائل من العيانين كلهم اتصالات وحاجات وانا اللي كنت برد عليها بنفسي فقعدت 3 ايام ما نامش خالص لغايه ما جالي التهاب في زوري وقعت ونمت نفسي. نورتنا واسعدتنا والحقيقه حمله مهمه جدا لان السكر والسمنه انا بعتبرهم فعلا سرطان هذا العصر لازم نتصدى ليهم كدوله لازم نتصدى ليهم كافراد مؤسسات خاصه الكل ينبغي ان يتصدى في قدراته وفي امكانياته حتى نقضي على السكر والسمنه اللذين اصبحا يهددان الامن القومي المصري. المريض اللي عنده سمنه مش هيقدر يشتغل. المريض اللي عنده سمنه مفرطه مش هيكون منتج. المريض اللي عنده سمنه مفرطه بريطانيا نفسها قالت انه معرض جدا انه يفقد حياته مبكرا. ده في بريطانيا. ضيفي العزيز استاذنا الاستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم كان ضيفي في حوار مهم جدا ومثير جدا. مناطقه المضيئه كثيره ومهمه وكان صريحا كعادته في الناس العزيزه. خليكم معنا.